الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء 19، الباب 19. كاوزا بيو فرينكوينتي دلنشيدينتي بريما سوكورسو الارتشيئة، حوادث أسباب حدوثها، إسعافات أولية، التأمين. النهاردة نتكلم عن جزئية جديدة في الباب 19، نشوف مع بعضنا العنصر او الجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. استراده استروتشا ليفولي بير جياتشو، طريق زلق بسبب الجليد، ده موضوعنا النهارده. استراده استروتشا ليفولي بير جياتشو، طريق زلق، ايه السبب؟ الجليد. كواندو تشي جياتشو كوزا سي ديفي فاري، لما يكون الطريق مغطى أو به جليد ماذا يجب علي القيام به في حالة وجود جليد على الطريق؟ أول هام ديفي ريرينتاري، نخفف السرعة. واحد، تخفيف السرعة. اتنين، اومنتاري لدستانسا دسكوريتسا، أزود مسافة الأمان. تلاتة، دستانساري دلفيكولي كي سي انكروتشاري، أبعد عن العربيات اللي أنا هتقاطع معها. أربعة، مانتينيري اونا مارشا باصة، ادخل درجة سرعة منخفضة التانية او التالتة. خمسة، ابورتوني ايفيتاري بروسكا اتشيراراسيوني، اتجنب تسريع المفاجئ. ستة، اتنسيوني نيل ترانزيتو سولزونا ان عمرة، من الافضل انني انتبه اثناء المرور في مناطق او في منطقة الظل. سبعة، أبورتوني إنساريري لدوبيا تريسيوني، من الأفضل لو العربية فيها دفع رباعي إن أنا أشغل الدفع الرباعي لو كانت العربية مزودة به. آخر حاجة نعرفها إن لادرينسا دلفيكولي دي منويري، معامل التماسك لما يكون الاستراده جيت شاتا دي منويري بي إل. يلا مع بعض ندخل على الأسئلة ونطبق الكلام ده عملي في حل الأسئلة. نشوف مع بعضنا كده السؤال الأول بيقول لي إيه. In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni procedere a velocità moderata، يجب تخفيف السرعة على أجزاء الطريق المغطى بالثلج، فيرو. In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni aumentare la distanza di sicurezza، عند تواجد أجزاء طريق مغطى بالجليد من الأفضل أزود مسافة الأمان، فيرو. In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni distanziare del territorio del veicolo che si incrociando، هنا بيقول لي عند تواجد أجزاء الطريق مغطى بالجليد من الأفضل إن احنا نبعد عن مجرى العربيات اللي احنا نتقاطع معاها، فيرو. أربعة، In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni indecise procedere con marcia bassa، عند تواجد أجزاء الطريق مغطى بالجليد من الأفضل السير بدرجة سرعة منخفضة وخصوصا فين؟ في المنحدرات، فيرو. In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni evitare brusca accelerazioni، عند تواجد أجزاء طريق مغطى بالجليد من الأفضل إن احنا نتجنب التسريعات المفاجئة، فيرو. In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni usare maggiore attenzione nel transetto sul zona in ombra، هنا عند تواجد أجزاء طريق مغطى بالجليد من الأفضل إن احنا ننتبه أثناء المرور في مناطق الظل، فيرو. سبعة، In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni inserire la doppia trazione sul veicolo nel improvviso، يعني هنا عند تواجد أجزاء الطريق مغطى بالجليد من الأفضل إن احنا نشغل الدفع الرباعي لو كانت العربية مزودة به، وده برضه فيرو. In presenza del tratto della strada ghiacciata opportuni procedere con il cambio in follo، عند تواجد أجزاء الطريق مغطى بالجليد من الأفضل إن احنا إيه؟ من الأفضل بيقول لي هنا إن احنا نسير والعربية في الوضعية المحايدة، وده طبعا فالصو.
ان بريزنسا دل تراد لا استراده جاتشاتا ابورتوني فرينار انيرجامنتي اوني فولتا كي سي انكروتشا اون الالترا فيكولي. عند تواجد اجزاء الطريق مغطاه بالجليد من الافضل ان احنا ايه نمسك او نضرب فرمله بقوه كلما تقاطعنا مع عربيه اخرى، وده فالسو. In presenza del dad della strada ghiacciata opportuni marciare molto vicino alla barriera laterale. عند تواجد اجزاء طريق مغطاه بالجليد من الافضل السير قرب الحاجز الجانبي على الجوانب، طبعا هقول له فالسو. In presenza del dad della strada ghiacciata opportuni non usare la catena ma gomma culata sul ruota anteriori. عند تواجد اجزاء الطريق المغطاه بالثلج او بالجليد من الافضل عدم استخدام السلاسل ولكن نستخدم الاطارات المزوده بمسامير على العجلات الاماميه، فالسو. ده كان اخر سؤال معانا النهارده في استرادا استروتشا ليفولي بير جياتشو، طريق زلق بسبب ايه؟ بسبب الجليد. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم في درس جديد لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.